صباح الخير مشاهدينا من جديد، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس سعد الحريري إلى مصر حيث أعاد تفعيل العلاقات الثنائية، يطل قريبا استحقاق القمة العربية في العاصمة الأردنية عمان. هذان الحدثان اللذان تصدرا الصحف برز إلى جانبهما أيضا استحقاق قانون الانتخابات النيابية. هذه العناوين وغيرها نتابعها اليوم إلى جانب المواضيع الدولية مع سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة. دكتور طبارة أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. رح نبدأ نحن وياك الحلقة قبل ما نحكي الموضوع الدولي أكثر وواشنطن وبالتالي السياسات الأمريكية على صعيد الشرق الأوسط ككل. نستهل الحلقة بكاريكاتير أمجد رسمي بصحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان توقيت لندن، في إشارة إلى ما جرى في لندن أمس من اعتداء، رسم فرشاة الإرهاب عم تطلب الأسود ساعة بيج بان. هذا الاعتداء الذي حصل امبارح بطعن وامام ويستمنستر، وبالتالي الارهاب والكلام عن موضوع الارهاب، وتبقى يعني بريطانيا ايضا كما قالت رئيسة الوزراء مهدده في هذا الاطار. شوف، هذه اخر حادثه تشبه الى حد ما ما حصل في نيس وما حصل السنه الماضيه بالمانيا. نعم. ولكن فيها شيء جديد يعني اللي بخوف اكثر. اولا انه يعني الاعتداء صار قدام البرلمان الانجليزي، استطاع الوصول الى امام البرلمان. ايه، والبرلمان له اجراءات يعني امنيه و, و, و لا وله معنى. نعم. ديمقراطيه انجلترا وكذا ضربت. الشيء الثاني اللي غريب هو انه لاول مره القاتل هو عمره 52 سنه. هلا طبعا مولود هو بانجلترا، هو انجليزي. نعم، انجليزي، لكن عمره 52 سنه. كل الدراسات اللي عملت على الارهاب تقول انه من 30 ونازل هم يعني يكون ارهابي، بس مش اكثر من 30. نعم. هالمرة ماذا يعني هذا الأمر؟ إنه هو أنا بعتقد لازم تندرس هاي. ماذا يعني؟ هل معناها تفشى الإرهاب إلى طبقات من العالم غير المتحمس الشاب الكذا؟ إذا وصلت لـ 52 وللمستوى هذا، أنا بعتقد هذه مسألة يجب أن تدرس، إلا إذا كانت مرة وما عاد صار بعدين. الكلام اليوم انه هو اكيد تنظيم داعش تبنى هذا العمل الارهابي، ولكن في كلام انه هو منفرد، يعني كانه هناك من ساعده ولكن ليست عمليه منظمه. لا، هو داعش عم بيستغل هالامور هاي. واحد مجنون عمل شغله بيقول لنا انا يعني بيقولوا نعم. هذا عسكر شو اسمه جندي من جنودنا الانتحاريين. انا بتصور يعني عم بيستغلوها، والغرب عم بيتجاوب معهم. يعني بس يقولوا داعش ها بتطلع بالجرايد وبالمجلات وبالكذا، يعني عم بيعملوا لهم دعايه اكثر من اللازم. لافت شخص، لافت ما جرى بالعاصمه الفرنسيه بروكسل وحتى بلندن اليوم، انه المعلومات تقول انه حقق معه سابقا كما جاء بالشرق الاوسط خالد مسعود دئب المنفرد، تقول انه كل لديهم ملفات امنيه ومعروفين بسوابق ومتروكين الى حين تنفيذ عمليات ارهابيه. ايه، بس هذا معروف انه ازهر مش ارهابي، يعني كل مشاكله مشاكل امنيه. مش ومتروك مشاكل ومتروك. ايه، بس في كثير عندهم بانجلترا، في الاف اللي عندهم مشاكل امنيه يعني. نعم. مش هو لوحده. عاده اذا لقيوا في ميل الى الارهاب او ميل الى يتم التطرف، هذا ما كان له ميل للتطرف. واحد ازعل يعني عنده مشاكل مع البوليس، ومره لقطوه معه سكينه يعني. بس ما مش يعني شخص عنده ميول. هلا فرد فجاه صار عنده ميول. شوف مثلا بنيس، هذا اللي عمل العمليه كلها، هذا كان قبل رمضان كان عم بيشرب، وكله عم بيقولوا انه بالبنايه اللي هو كلهم صايمين الا هو عم يشرب بيره.
طب هذا كيف إسلامي؟ يعني هذا واحد عنده أسبابه. تبنى داعش وداعش تبنته والإعلام الأمريكي والأوروبي كذا عمل له دعاية كبيرة يعني نجحوا بهالطريقة هاي. لكن هو واحد يعني لا له علاقة بالإسلام ولا بالإسلاميين. لو إسلامي كان يعني على القليلة برمضان ما بيشرب. هل تلاحظ أنه ما يجري بالعراق وسوريا من عمليات لمكافحة تنظيم داعش والقضاء عليه وهذه المحاولات والكلام عن تقليص الأراضي أو حجم القوة لداعش، هذا الانتشار شخص أو مجموعة أشخاص منتشرة في دول العالم كله، وبالتالي كل الدول مشغولة اليوم في هذا الأمر؟ طبعا شوف، ولكن أين الإمكانية إذا كان في حروب الأمر مختلف، ولكن بداخل الدول ومواطنين بيكونوا من هذه الدول؟ هو تقريبا كل الحوادث اللي صارت بفرنسا هي مواطنين فرنسيين. في منهم ثالث جيل أو رابع جيل، يعني صار لهم 100 سنة بفرنسا، صار لهم من الحرب العالمية الثانية هني بفرنسا. يعني هلا عنده المشاكل بفرنسا كمان، يعني إذا بتشوف مثلا العطلية على العمل، البطالة اللي موجودة بالمناطق اللي فيها هدول الشباب والمناطق اللي حدها تطلع مرتين أو مرتين ونص البطالة، فعندهم مشاكل داخلية كمان بفرنسا. يعني هلا بتختلط كل هالأمور هيدي، وآخر شيء بلاقي إنه والله بدي موت في سبيل الإسلام. بيعمل حركة. معلوم أنه أي عملية إرهابية يتم التحذير لها بوقت سابق، يعني عادة تأخذ الكثير من التحذيرات في ظل إجراءات أمنية في كل الدول المتخذة، ولكن هل من رابط بين ما اتخذته الإدارة الأمريكية من إجراءات على صعيد الأجهزة على الطائرات التكنولوجية، وبالتالي تبنتها بريطانيا أيضا في أنا بتصور عم يعني كل الأمن الأمريكي رايح بالاتجاه المعاكس. ما شوف مثلا كل التفتيش اللي بيصير على الطيارات، ما بعرف اذا رحت على بالمطار شيء مرعب، يعني راح يشلحوك بالظلم كل شيء. ما عمره لقطوا اي شيء فايت على الطياره بيكون في تفجير، لكن صاروا لقطين ثلاثه بقلب الطياره. كيف؟ مرقوا وصاروا بقلب الطياره، ما كشفوا. واحد ما قدر فجر صباطه، الثاني حاطتها بثيابه ما تفجرت، عرفت؟ بس كانوا فاتوا على الطياره. طب كل هالامن هذا لحتى يفوتوا؟ شو نتيجته؟ ولا واحد لقطوه من لما بلشوا الحركه الامنيه. هلا بقول لك بس التليفون بتفوت، تليفون مش لابتوب ولا ايباد ولا منيح بتفوت، بس هذا بس اذا جاي على من بعض الدول. من بعض الدول هلا بده يروح انا على دوله ثانيه ويطلع منها، وتطلع منها دي ما اقدر احمل كمبيوتر ثابت. كمان يعني اشياء غير منطقيه انا بعتقد عم بيعملوها. والبرهان الاخير هو انه ما عم بيلقطوا حدا على الطيارات وعم بيلقطون داخل الطياره. طيب يعني معناها انت كل هالحركات هذه اللي بتعملها قبل الطياره ما عم توصلك. على كل حال موضوع الطائرات هي من ضمن الاجراءات، ولكن داخل الدول يتم التحضير في خلايا وفي ما هي كل قلت لك كل اللي صار بفرنسا من داخل فرنسا، هلا انجلترا من داخل انجلترا، ما عم بيجي حدا من برا. وهن مين عم بلوموا؟ عم بلوموا المهجرين اللاجئين المهجرين فاتوا هلا. وكل الحركات اللي عم تصير داخل البلدان من ناس عايشين هناك، هذا الشخص مولود هناك، وبفرنسا كانوا ثالث او رابع جيل. هي الحمله على موضوع المهاجرين القدماء وحتى الجدد اثارت هذه الخلايا ايضا، ردات فعل من ضمن ردات الفعل؟ شوف طبعا انا بعتقد انه اللي عم بي يعني يعمل هالفعل ورده الفعل هو اولا شوف الحديث اللي عم بيصير على الاسلام بامريكا، بس تفرج على الحديث. طيب لابد ما يطلع له واحد من هالمليون أكيد الموجودين
يفقد أعصابه لأنه حديث هذا يعني عم بيقولوا مثلا هذا بلن اللي هو مستشار استراتيجي لرئيس الجمهورية بيقول إنه الإسلام مش دين، هذا عقيدة ومخبية ورا الدين. نعم. طيب أنت عم تهين الإسلام بهالشكل هذا، بيقول إنه الإجرام هو داخل الدين الإسلامي مش الكذا، يعني كل يومين ثلاثة بيطلعوا له كان شغلة على المسلمين. نعم. والكذا. طيب واحد شاب بيطلع له آخر شيء من أصل 1.5 مليون الموجودين بيطلع له يمكن واحد بعد ما طلع. نعم. بس يمكن يطلع بكرة بالمستقبل بيقولوا هدول كل الإسلام عندهم مشكلة. نعم. قبل ما نرجع على الموضوع الداخلي، وزارة الرئيس الحريري لمصر وشؤون الداخلية اللبنانية، أستاذ رفيق خوري بصحيفة الأنوار وتحت عنوان لتحالف لهزيمة داعش تحدث عن المؤتمر الذي عقد في واشنطن واليوم واحد تحت عنوان يقول حقائق وأوهام استراتيجية. يقول أستاذ خوري: ماذا بعد انطفاء الأضواء في وزارة الخارجية الأمريكية على مؤتمر اليوم الواحد للحرب على الإرهاب؟ شو دور الدول الأعضاء؟ طبعا لبنان كان مشارك أيضا في هذا المؤتمر مع الوزير جبران باسيل، 68 دولة بقيادة أمريكا. وتحدث أنه وزير الخارجية الأمريكي أبلغ نظرائه بالمؤتمر أنه هزيمة داعش هي الهدف رقم واحد لأمريكا في المنطقة، وتنظيمات يعني هي إرهابية بموضوع العراق وموضوع سوريا ومنتشرة في العالم. يعني صاروا قايلين عدة مرات، أنا ما بعرف هذا اجتماع إذا كان له ضرورة، يعني بنهار واحد ما بتحل المشاكل، لكن أنا بعتقد هو من جهة تحميس للدول. نعم. إنه يتعاونوا يعني يحثون على التعاون ضد، يمكن يكون في لبعض الدول يجوا الأبنيين ويقعدوا على جنبه وينسوا بين بعضهم على مستوى عالي، يمكن كمان هذا، بس نهار واحد يعني ما بتحل مشكلة الإرهاب. نعم. ما بعتقد إنه، ولكن في هذا المؤتمر لاحقا سيتم اتخاذ إجراءات قد تكون في هذه الدول المشاركة ستتخذ. ما بعرف شو بده يعمل لبنان أكثر مما عم بيعمل، يعني لبنان ما بتصور بلبنان قادر يعمل أكثر من هيك. نعم. بتعوا ساعدونا لحل نحارب الإرهاب يعني. نعم. بعدين ما في حدا بالعالم مع الإرهاب إلا الإرهابيين. أيه. كلها ضد الإرهاب يا أخي، ما في حدا بيقبل إنه يروح واحد بسيارة ويخبص له 50 زلمة. ومين من 11 دولة، يعني مش إنه معين حدا ما فرق معه، من 11 دولة مدنيين يعني في 2 تلميذات صغار يعني. فلذلك أنا بعتقد مشكلة يعني حشد القوى ضد الإرهاب موجود ولا بدك تعمل فيه شيء. أه. محشود وخالص، ما بعتقد في حدا. لكن كيف الاحتواء الإرهاب؟ كيف يمكن؟ ما في بعد. هلا بدك تشوف كيف بدك تتعامل معه. نعم. أنا برأيي ما عم يتعاملوا معه أمنيا فقط، بينما لازم تتعامل معه بالذهاب إلى الأسباب، وهي شوف الشرق الاوسط، ما هو الارهاب طالع من هون. شوف شو خد اخر 50 سنة او 100 سنة، شو انعمل بالشرق الاوسط من فلسطين لدخولهم بالعراق تحت ستار اسلحه الدمار الشامل اللي ما كان موجوده، موضوع الاقتصاد الاجتماعي الديني. كل اسباب يجب معالجتها. الظلم بحق، مش يعني انه هن بيقول لك لا بدي اروح انا غير الدين الاسلامي. يا اخي ما رح تغير الدين الاسلامي، كل الاديان مثل بعضها يعني. نعم. كلها مسحوبه من بعضها. نعم. ما مهم هذا، المهم انه انت بدك ترجع للسبب، شوف هدول ليش هو بداية درء المخاطر، الموضوع الأمني، ولاحقا معالجة باقي المواضيع. لكن العودة إلى الأسباب أنا بعتقد تركينا، لأنه هني الأسباب. أيه. عرفت. أيه. هني على. أيه. العراق ما كان في داعش. طيب دخلوا صار في داعش. نعم. قضوا تقريبا على داعش، فضل تقريبا 500 مقاتل من داعش من بعد ما الصحوة. تركوا الصحوة للمالكي.
واجت داعش على سوريا من 500 صارت 100,000 200,000. طيب مين المسؤول؟ اللي خلقها ولا اللي قاعد عم بيواجهها؟ على كل حال بموضوع اللبناني كان اكد الوزير جبران باسيل في هذا المؤتمر انه موضوع دعم الجيش اللبناني الجيش اللبناني ايضا يكافح الارهاب الى جانب القوى الامنيه، وبالتالي موضوع دعم الجيش كان حاضر في هذا الاطار. وحكيت عن لبنان انه شو بيقدر لبنان يقوم اكثر ما يقوم به، مطلوب مساعدات، وموضوع النازحين ايضا يجب دعم لبنان في هذا الاطار. مضبوط. هلا عم بيحكوا بمظنات قائمه على حدود العراق وعلى حدود الاردن وعلى حدود سوريا. إذا انعملت هاي المناطق الأمنة أنا بعتقد لبنان بيرتاح كثير. يعني هذا اللي عم بيطالب فيه لبنان. مش بس جيبوا لنا بسطونا مصاري حتى نساعد هالمليون مليون ونص الموجودين. خذوا قسم من هالمليون. أوروبا فيها 700 مليون شخص. دخلوا قال مليون واحد اول ما وقامت القيامه والاسلاموفوبيا. أيوة. ما بعرف شو نحن عنا 3 ملايين ونص، دخل مليون مليون ونص وبيقولوا لنا لا رح نعطيكم شويه مصاري بس جاي على الطريق وكذا. لا هذا استهزاء. انا بعتقد اذا عملوا يعني حل مش بس اللي يعطونا مصاري ويعطونا هذا، خلي يعطونا مصاري كمان لمحاربه الارهاب. بس انا بعتقد اخذ قسم من الحمل ووضعه في مكان امن، مش انه زدتهم وين مكان، وضعه في مكان امن. انا بعتقد هذا يمكن 80% من الحل. حضرتك كنت سفير سابق واسبق بواشنطن، وبالتالي اليوم موضوع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، موضوع المواقف التي اطلقها وموضوع الاجراءات وحتى يعني طريقه التعامل مع دول الشرق الاوسط، اليوم برايك قد تنتج ماذا هذه السياسات؟ شوف، هو سياسته في الشرق الأوسط من بداية الحملة كانت أنه أنا بدي أبعد إيران عن الشرق الأوسط. إيران هي سبب المشاكل وهي كذا. أنا بدي أبعد إيران واستعمل مكانها القوى الإسلامية الكبيرة السنية الموجودة بالمنطقة. ولا بصراحة يعني اللي هي مصر والسعودية وتركيا. أيوة. يعني دول بالأساس. نعم. وهذا بعد لهلا سياسته عم بجرب يقنع الروس انه تعالوا نشترك بهالطريقة هاي. ما انتوا حلفاء مع ايران. نعم. ولذلك بدكم تبعدوا ايران بعدين كل شيء بيهون، بنقدر نتفق نحن وياكم ونجيب جيوش من هذه الدول السنية تفوت حل المشكلة السورية. على أي أساس قد توافق روسيا على هذا الطرح؟ نعم. شو هي مصالح الروسية في هذا الإطار في حل وافق؟ شوف، روسيا كل شيء بدها موطئ قدم بالشرق الأوسط موجود. خلص بسوريا. ولذلك بيعتبروا الأمريكان إنه الروس حصلوا على اللي بدهم إياه. نعم. 90%. هلا أنتم أعطونا المهم إنه يحافظوا عليه. إنه ما تجي أنت تجيب لهم طريقة جديدة. نعم. وتبلش تحيدهم. نعم. يعني انه عندهم ما اتفاقية مع سوريا لازم يعني تكمل، والمناطق اللي هن حطوا فيها عسكرهم ظل يعني هاي هذا المطلوب بروسيا. نعم. ومن هناك روسيا تستطيع ان تدخل في الشرق الاوسط. هلا دخلت شوي ب يعني بشرق بالرقة. لا مين؟ لا بالرقة هذه بعد. ايه؟ سوريا بس. ايه؟ بس هي عم تدخل بأفريقيا يعني دخلت عن روسيا. ليبيا. نعم. وعم تجرب يعني ترجع. ايه؟ شوف ايام هذا حلمه بوتين الاتحاد السوفيتي. ايه؟ يعني بيعتبر الاتحاد السوفيتي كان قمة، وقال هذه أكبر مصيبة حلت في القرن العشرين. نعم. هو الاتحاد السوفيتي. ايه؟ فلذلك عم بيقلد الاتحاد. ايه؟ الاتحاد السوفيتي كان عنده موطئ قدم الجزائر، كان عنده بمصر، كان عنده بليبيا، كان عنده هو شو عنده، كان القاعدة هيدي الصغيرة. نعم. اللي بطرطوس. نعم. لذلك أنا بعتقد معروف شو بدها روسيا بالمنطقة. هو ضمن التنسيق الأمريكي الروسي واستراتيجيات جديدة في المنطقة. ممكن. نعم. ممكن. لا ضحكوا عليه لترامب أول شيء لما قال هل بده يعمل العملية، قالوا له روسيا ما بتترك كذا. نعم. عم بفاوض.
هلا اذا بينجح ما بعرف، بس انه هذه السياسه الامريكيه اللي ماشيين عليها يعني. نعم، رح نتابع معك دكتور رياض طبار هذا الحوار بعد التوقف لاستراحه اولى، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة مع السفير الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبار. دكتور طبار، حكينا عن موضوع زيارة الرئيس الحريري إلى مصر، عم نحكي الموضوع العربي بشكل عام قبل انعقاد القمة العربية. كانت ناجحة هذه الزيارة على صعيد الاقتصادي، توقيع الاتفاقيات، إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بعد 7 سنوات بعد لبنان كان في هذه، وبالتالي أيضا تحرك رئيس الجمهورية كان قبل باتجاه عدد من الدول ومنها مصر. اليوم الرئيس الحريري، الموضوع الاقتصادي أولا، أهمية إعادة التنسيق وتفعيل علاقات مع دولة مثل مصر. شوف، مثل ما قلت لك، يعني مصر أمريكا بدها تعطيها دور في سوريا وفي حلول النهائية في الشرق الأوسط، ولذلك أنا بعتقد عدا عن الاتفاقات الاقتصادية من المستحسن أن يكون عندنا علاقات مع مصر جيدة، لأن مصر أولا أكبر دولة عربية، بعدين جايها دور، أنا بعتقد مجددا جايها دور رغم مشاكلها الداخلية. صحيفة المستقبل حكت عن موضوع الاقتصادي، عن موضوع يعني صنع في لبنان قريبا بالأسواق المصرية، وتحدثت عن الجانب السياسي وأهميته في هذه الزيارة للرئيس الحريري. الشق الاقتصادي مهم، عندك يعني أكبر دولة عدديا مصر. بالزمان كان لما يكسد التفاح يبعثوا له هونيك يضيع، لأنه 80 مليون. بنعرف الأزمات هون بموضوع تصريف الإنتاج. يعني نحن بلد صغير بالنسبة ل بيقدروا يساعدونا بدون ما يحسوا يعني اقتصاديا، ولذلك أنا بتصور إنه يعني الهدف الأساسي كان اقتصادي وهذا الهدف الرئيسي. نعم، ولكن كمان يعني علاقات جيدة مع مصر ما بتضر أبدا طبعا يعني. صحيفة المستقبل وباقي الصحف حكيت عن موضوع الاتفاقيات التي تمت، التفاح اللبناني، فتح الأسواق يعني التفاح اللبناني، الأدوية، تبادل الاستثماري والسياحي، رزنامة زراعية، تصدير، وهذا يساعد الاقتصاد اللبناني. وطبعا الوفد الوزاري الكبير يلي راح مع الرئيس الحريري بين وزير الاقتصاد. مضبوط، انا بعتقد هذه كانت المهمه الاساسيه. ونحن عندنا مشاكل بالتصدير، وعندنا بلد فيها يعني 80 مليون زلمه حدنا، ليه ما يعني بنعمل اتفاقات معه؟ انا بعتقد المساله كانت منطقيه بشكل كامل. بعد 7 سنوات من توقف الاجتماعات اللجنة، كل شيء وقف بلبنان 7 سنوات، يعني الرئيس الجمهوري وقفت سنتين. كمان يعني انقطعت الطريق البرية سوريا يعني عندنا صارت مشاكل بال7 سنين هدول. هلا بعتقد بلشت الحلول الناجعه يعني. حتى دول الخليج ومصر يعني كانهم عندهم استعداد، ولكن المطلوب خطوه ما، كما فعل رئيس الجمهوريه، كما فعل الرئيس الحريري. الخليج انا بعتقد في حاجز سياسي هلا موجود، بتشيل الحاجز السياسي بتفتح الخليج معك على الاخر. حاجز السياسي وهو الموضوع الايراني، وهو موضوع حزب الله. نعم، يعني لما يعني بيطلع سيد حسن وبيحكي الكلام اللي عم بيحكيه عن السعوديه وعن الخليج بهالاساوي هاي، يعني الخليج كمان عنده رده فعل. يعني بده يعرف الخليج انه لبنان شو موقفه من كل هالقصص. هو الكلام هو التدخلات الايرانيه في عدد من الدول ومنها لبنان، هو الموضوع اقليمي. انا بعتقد بدهم يعرفوا كمان، يعني لانه لبنان عنده مشكله بالحاله هاي. طيب شو الموقف الدولي اللي بدها تعرفه السعوديه؟ ما اصلا من الدوله حزب الله.
ما عرفت عن يعني عنده مشكلة بدان يشرح انه شو موقف الدولة حتى من الكلام اللي عم بصير. القرار فإذا موجود بمكان آخر. ايه لا انا بتصور انه يعني في طريقة دبلوماسية وفاعلة اللي بنقدر ندخل فيها، بس ما بدي ادخل انا بالتدخل بالسياسة بدنا نحكي سياسة اكيد. بخطاب المتوقع بالقمة العربية بأدار بعمان باخر أدار 29 مع رئيس الجمهورية السابق الرئيس ميشيل سليمان، كتب بصحيفة النهار اليوم تحت عنوان هل يلغي إدراج إعلان بعبدة التحفظ العربي عن دعم لبنان؟ يقول يخطئ من يعتقد أن تحفظ بعض الدول العربية عن الفصل المتعلق بدعم لبنان في قرارات قمة عمان العربية المرتقبة هو موقف سياسي عابر يمكن تجاوز انعكاساته بسهولة. يقول أنه هذا الموقف العربي وتحديدا الخليجي سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد اللبناني وطبعا على الموضوع السياسي بإطار عام، لأنه موقف لبنان اليوم كأنه ينظر إليه شو حيكون. عدم الدعم كان رسالة. نعم. رسالة صغيرة. نحن جايين الصيف. رح يسمحوا يشجعوا مواطنين ويجوا على لبنان. هيدي قصة كبيرة عنا نحن. فأعطيونا مساج انه بدنا راضيين لحد هلا. بالكلام الرسمي اللبناني. مش كلام حزب الله. بيعرفوا اللي كلام حزب الله بس. من الكلام الرسمي اللبناني. انا بعتقد هلا بدهم يشوفوا كيف بدهم يعملوا بالقمه. صيغه يكتبوا نص. تعودنا على القمم العربيه كيف بتصير المواقف. ايه بس كل مره بيعمل مشكله. كل مره بصير في مشكله. كل مره بصير مشكله بيروح وزير الخارجيه بيقول شيء بيقول بيجي رئيس الجمهوري بيقول لا نحن ما او رئيس الوزراء بيقول لا. والعكس صحيح. على كل حال زيارة الرئيس عون وكلامه من السعودية ومن عدد من مصر ومن غيرها من الدول كان مرحب به، يعني كان في صفحة جديدة طويل. بعدين صار في قيل وقتها طويل. بعدين صار في كلام من المواقف الجمهورية. نعم. اللي زعج ال نعم. هلا أنا بعتقد بدهم يعني أنا محلهم بروح على مصر بشوف القوى الفاعلة وبقعد أنا وياه جمعة جمعتين حتى شوف النص اللي بنقدر نحن نقبله واللي بيطري الامور. هذا يحصل مع وزراء الخارجيه قبل القمه؟ مع وزراء الخارجيه لانه ما موجودين اللي وزراء موجودين الخارجيه. نحكي معهم نروح على البلدان مش نوصل لهونيك ونواجه العمليه وكانه شغل جديد يعني. نعم. على كل حال الزميلة رولا موفق بصحيفة اللواء تقول رغم تأكيد أوساط سياسية أن خطاب الرئيس ميشيل عون سيكون خطابا كلاسيكيا يقارب الثوابت في البيان الوزاري، فإن اعترى أن التساؤل مشروع كما المخاوف من تداعيات أي تباين على لبنان لا سيما في تطبيع العلاقات الخليجية اللبنانية التي تأزمت مجددا بعد موقف الرئيس عون من سلاح حزب الله، وأنه في قلق أن يترجم الجو المأزوم في لبنان بكواليس القمة العربية. شوف هلا ما فيك تهرب من العملية هاي بأنه ما تحكي فيها بالقمة. نقدر نحكي نحن عن ترامب بالقمة ونقول إنه شو عم بيعمل وكذا هيدي ما بتحل المشكلة. لا أنا بعتقد بالقمة ناطرين إنه نحل المشكلة اللي صارت بكلام عن دور حزب الله في الدفاع عن لبنان. يعني هل هذه اللي بدي اقولها حلي مش انه ما بنحكي عنها بعدين بينسوها السعوديه. لا السعوديه بعثوا لنا مرسال الاخير هذا وقالوا لنا نحن مش راضيين على لبنان فشوفوا شو بتعملوا. ولكن نعود ونؤكد انه موضوع حزب الله والسلاح يقول الرئيس الحريري مجددا امبارح بمقابلاته التلفزيونيه موضوع هو سلاح استراتيجيه دفاعيه حوار داخلي موضوع المشاركه بسوريا هو موضوع استراتيجي موضوع اقليمي وبالتالي ما فينا نضلنا نحن بحرب بالداخل. انا بعتقد هذا الباب اللي بيقدروا يدخلوا فيه اللي هو انه نحن ما موافقين نحن ما منا مع حزب الله يفوت على سوريا منا مع حزب الله يكون مسلح داخليا وكذا نحن جيشنا بيقدر يعمل كذا طيب هيدي اتفقنا عليها ولكن
ليس في الإمكان أكثر مما كان. إنه نحن عندنا حالة استثنائية، في عندنا خلاف داخلي، خلونا إياه هذا الخلاف داخلي، خلونا نحله بالطرق اللي الحوار اللي عم بيصير داخل البلد، والباقي هذا موقفنا. إذا قدروا عملوا هيك أنا بتصور بيمشي الحال. ولكن دائما كان هناك مش مع السعودية بس، مع لا لا مع كل العربي. مع كل العالم العربي عم نحكي يعني الاجتماع الأخير عدم مساندة لبنان يعني مش لعبة، كانت وقتا المواقف واضح عدت لمشاكل. بتقدروا تقول نحن بنساند لكن السعودية ما عم تقول الخليج ما عم بيساند. لا يعني مشوا مع الخليج بهالقصة هيدي، يعني صارت قصة عربية. هلا بكره بالاجتماع الدول الإسلامية بده يكون عندهم نفس المشكلة، لأنه ده كمان الدول الإسلامية عندهم هالموقف. فلذلك بدهم يلاقوا له حل. بتصور ما في حل إلا ما يتفاهموا من جهة مع حزب الله، إنه خلينا هالعملية هاي تكون داخلية نحلها بالحوار اللي عم بيصير، العملية الدفاعية اللي بدنا نعملها وكذا وهذا، والباقي ناخذ الموقف انه نحن كدولة نتكل على جيشنا، ما نتكل على حدا غيره، نحن كذا، نحن يعني شو بتحكي الدولة؟ نتأكد على دور مؤسساتها الأمنية والعسكرية والسياسية والباقي نخليه داخلية. على كل حال اليوم في هذا الإطار موضوع سلاح، اليوم بصحيفة الأخبار عنوان الضاحية والبقاع نهاية حكم الزعران، وبالتالي الكلام عن الخطط الأمنية المطروحة، وأنه حزب الله أيضا يريد أن يكون هناك حضور للمؤسسات الأمنية الفاعلة، لأنه تفشى هذا الأمر في عدد من المناطق، صار يضايق الموضوع الاجتماعي بالداخل، وبالتالي أيضا في كلام من حزب الله على موضوع دور الأجهزة الأمنية، ويعني حزب الله يساعد الأجهزة الأمنية أيضا في الموضوع الأمني في عدد من المناطق. في شعور أنه موقف حزب الله من هالقضية هيدي عم يتغير، يعني عم بيصير أكثر مساند، ما بده يتحمل العبء. مش بس يتحمل العبء، أنه صار حاسس انه يمكن، ما بعرف، بس بدك تساله هو، تسال حزب الله. بس انا بتصور انه صاروا متساهلين اكثر بقصه انه هاي نرفع الغطاء نحن عن المشاغبين، يا دوله تعي اشتغلي موضوع السلاح، الفارين، المخدرات، هي كله اهم شيء رفع الغطاء. يعني عندنا اغطيه كثير هون بالبلد، مش بس حزب الله، كل واحد حاط غطى على حدا. انا بتصور اذا رفعت الاغطيه هاي، لما بيقول لك عندنا كذا الف واحد مطلوبين بمناطق معينه، طيب يعني هذه معناها في اغطيه غطى فوق غطى فوق غطى، يعني كيف ما عم نلقطهم؟ المعادله دكتور طبار هو ان تكون الدوله قويه باجهزتها الامنيه، أو أنه يكون سلاح حزب الله هو يعني الضعف يولد القوة في هذا الإطار؟ كيف؟ هو بالحقيقة على الأرض سلاح مثل سلاح حزب الله مهم جدا في الدفاع عن لبنان، وهلأ يعني بالحالة الحاضرة، لكن الحالة الطبيعية للدول انه هالسلاح هذا يكون تحت اشراف الدوله. شوف لما بس هيك هلا استاذ رفيق اميل خوري بصحيفه النهار يتحدث حول موضوع الحوار حول السلاح وامكانيه الوصول الى هذه المعادله بين الدوله لما صارت قصه 96 البوش 96 بال ايه بال 96 لقصه على قيد الغضب وهذا، وعملنا مفاوضات مع الاسرائيليه عن لجنة المراقبة، وأنا كنت رئيس الوفد. شو نتيجة هذا الحديث؟ نتيجة هذا الحديث أن الدولة فاوضت عن ما يستطيع حزب الله أن يفعله أو لا يفعله. الدولة كانت عم بتفاوض، الدولة عم تفاوض وعم تقول حزب الله بيعمل كذا وما بيعمل كذا، وأنت يا إسرائيلية إذا بتعملوا كذا
معناها سمحتوا يعني المرجع هو الدولة، هذا هي ترجع لنفس القصة. نعم. يعني بدنا نحكي شوي بالسياسة بموضوع قانون الانتخاب اليوم، هذا الجدل الكبير حوله أرمى حمصي بالنهار كاريكاتير اليوم تحت عنوان دراسة قانون الانتخاب، رسم أجهزة القياس مع تعليق معركة الدوائر. يعني حتى لو تم الاتفاق على القانون هو يمكن يكون باكج واحد على كل حال، ولكن موضوع الدوائر وهذا الجدل وكل حدا بده يكبر حصته بمجلس النواب. نحن قادمين المفروض يكون عندنا انتخابات بأيار، واضح انه في تمديد ولكن بدنا قانون جديد. سيدي انا من اول الطريق ايام دعيت للاشتراك ب لجنه فؤاد بطرس، فؤاد بطرس ويعني طلبت اعفائي. انا برايي بما انت عم تطلب من نواب يعملوا قانون انتخاب، طيب في شيء مجموعه بهالنواب هاي نعم تقبل قانون انتخاب ما بيطلعها ما بيرجعها على الحكم؟ ما في. قال ما بعتقد هذه، ولا بالسكندنافيا ما بتصير يعني بالبلاد الاسكندنافيه. بده كل واحد يرمي. بقى شو بتعمل انت يعني بس عم بالمفاوضات؟ ترفع سقفك تعطيهم قانون مشروع قانون اللي بسقطهم هن بيطلعك انت، يعني بسقط منهم بيطلعك انت. هن بيرجعوا بيجاوبوك بقانون مشروع قانون اللي بسقطك انت بيطلعهم هن وبيضلوا حديث. يعني هذا اللي عم بيصير لوين بده يودي؟ بس في مهل، في انتخابات. شو اللي بيرجعهم كلهم؟ انا برايي قانون الستين اللي معدل ولنشوف. انا بعطي معدل. ليش معدل؟ مش لانه ما بيسوى. معدل لانه تغيرت الامور على الارض. صح. ساعات في محلات بدك تدمج. هذا ما اشار له النائب وليد جنبلاط على كل حال مثلا. ما بدي ادخل بالتفاصيل، ولكن قانون الستين معدل بيرجع الكل. بس ما قالوا مات ورم وصار رماد وما بقى بيقوم يعني كيف؟ بس معدل. اذا تعدل بيرجع من اول وجديد. لا معدل غير الاصل. نعم. على كل حال يعني بده يوصلوا لابد من وصول بده يوصل لقانون، لانه في من الاخر راي عام عم بيطالب بالتغيير، عم بيطالب بالعداله التمثيل. صحيفه الجمهوريه اليوم تقول مرجع سياسي انه في حركه اتصالات وفي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب بيت الوسط، تيار وطني حر، حركه امل، حزب الله، طبعا المستقبل، وبالتالي ممكن نوصل لهذه الصيغه اللي عم تحكي عنها. شو هي الصيغه؟ معدله او انه شيء جديد؟ معدل اللي بدك اياه، ما جيب القانون اللي بدك اياه، بده يرجع نفس الناس. لانه اذا ما رجعهم معناها في واحد في مجموعه عم تتنازل. بس في منهم لازم ياخذوا اجازه، يعني مش كلهم يعني خلص. هلا بجوز يغيروا اشخاص من زيت التوازن. بس يغيروا اشخاص. لما بتقول انت انا مثلا ال تيار المستقبل. نعم. طيب انا عندي كذا نايب. بدي كذا نايب، جيب لي قانون برجع لي اياهم. هلا بدك اغير لك اسماء بغير اسماء. بس ما نعم. عرفت يعني انا بعتقد انت عم تكلف. نعم. الناس اللي اصحاب العلاقه. نعم. بانه يعملوا يا اذا بدك تعمل قانون. طب الاحزاب المرجعيه هي الموجوده بالاخر. بدك تجيب خبراء ما لهم علاقه. ايوه. بالدوله. لا. ويعملوا لك قانون حلو، ساعتها بيطلع لك بعد كم سنه هلا ولا معقول حدا يقبله. نعم. راح نتابع معك دكتور طباره هذا الحوار بعد توقف الاستراحه الثانيه، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الاخير من كلام بيروت مع السفير الدكتور رياض طباره. بعد شوي بالموضوع الداخلي، موضوع الاقتصاد تحديدا، موضوع الان في عندنا موازنه مفروض اليوم اخر جلسه قبل الاقرار بقصر بعبده مبدئيا، وبالتالي رساله لمجلس النواب تاجيل سلسله الرتب والرواتب لانه صار في مشكل، نزل الحراك، نزلوا الناس على الشارع لانه في ضرائب، وبالتالي في يعني على العهد اليوم مع الحكومة هناك نوع من الأزمة، كيف بدهم يقطعوها يرضوا الناس وعدم إرهاق خزينة الدولة؟ شو نظرتك؟ بعتقد عندهم مشكلة صار لهم عم بجربوا يعالجوها سنين.
هلا الحل كلنا بنعرفه يعني، والحل بسيط وكلنا بنعرفه لكن ما بيتطبق، هو وقف، اللي هو وقف الهدر والفساد. والفساد انت بدك تطبق، شو بدنا بالفساد؟ الفساد خليه، الفساد خلي لنا اياه لبعدين بهدر. ايه طيب بعدين يا سيدي، خذ الاملاك البحريه. انا كتبت اي سنه ما بعرف، صح ياما الله يرحمه، انه عندك مداخيل بوتنسيال يعني، الاشياء اللي موجوده ما في الا تلمها ولا شيء. الاملاك البحريه يا سيدي، طيب انت عندك املاك بحريه، هيدي ما بتاخذ وقت يعني، قادرين حط عليهم تاكس قوي ولا شيء، ما هيك حط عليهم تاكس قوي. انت تعديت على الاملاك البحريه مؤقتا، رح حط عليك تاكس، بعدين بدي اقبعك. هلا ذكرتي موضوع النواب اللي بدهم يعملوا قانون انتخاب من شانه، طب مين اصحاب الاملاك البحريه؟ منهم يعني، من المجموعه. الفساد عندنا يعني هو الاطار، شوف الفساد وصل لعامه الشعب، هاي مشكلتها، صار دخل. يعني لما بتيجي انت بتقول لي انا بدي وظيفه وما بعرف عم بدك تروح لعند مين يوظفك؟ تروح عند مين يوظفك؟ ببعتك على مثلا شركه للدوله، ايه بقول لك روح سجل اسمك وقبض، بصير عندك 50% من الموظفين اللي بيسجلوا اسمهم بيقبضوا اخر الشهر. هذول بدهم يخلصوا معاملاتهم، مضطر يفوت بطرق. اللي بعته، طيب هاي فساد، بس الزلمه اللي قبل يروح يشتغل هالشغله صار له سنين لانه ما عنده حل. مظبوط، بس هذا قبل الفساد. بتقول له بدي شيل الفساد بهالمؤسسه، بدي ارجعها اعملها بخصخصه وشيل الفساد. اوكي. بتطلع مظاهره طويله عريضه انه وظيفتي، رح تغير لي وظيفتي. طيب شو هي وظيفتك؟ وظيفتي اجي امضي اخر الشهر. هلا هذه عينه، اكيد في موظفين واكفاء واصحاب ضمير، بس انه لانه الناس ما عندها حل ثاني. بعرف ما عندنا شيء اسمه تعويض للبطاله. ايه شو بتعمل؟ انت عاطل على العمل شو بتعمل؟ بتموت جوع؟ بتروح عند زعيمك بحطك وين؟ بمحل. هيك بلشت وهيك صارت. بس انا عم بقول انه هلا مبدئيا انيا لنخلص الازمه نحن فيها، انا بقول قادرة الدوله تحصل الاموال، بلش اول شيء باللي معقول تقدر تعمله. نعم. اللي هي مثلا املاك بحريه، هي هدر اللي موجود بالجمرك، بالجمرك، هدر الموجود بالمطار، هدر هدول بنعرفهم يعني. هلا خي وقفهم هدول، بدك اربع سلاسل بتمولها، عرفت؟ ايه وبيفضل عندك شوي. يعني الهدر هيدا اذا قدرت وقفته شوي شوي بتوصل للفساد. هلا هن متعلقين ببعضهم. نعم. بس انا برايي بلش باللي قادر تعمله، اللي معقول تقدر تعمله، اللي هن هالقصص هدول يركزوا عليهم، انه المطار بدنا ننظفه، البور بدنا ننظفه، هذا بدنا ننظفه. يعني اليوم خطاب القسم لرئيس الجمهوريه اكد انه هالعهد هو مكافحه الفساد والهدر وغيره، الرئيس الحريري اكد على هذا الامر، كانه اليوم لابد بقى نوصل لمحل ونبدا بالمعالجه، لانه الناس بالاخر بلشت تنزل على الارض، مش موضوع ما بقى الناس يتاثروا، لانه طالت الضرايب الناس كلها. يعني لان اختاروا انه بنزيد 1% على التفاهة، بنزيد كذا بنزيد كذا، بدل ما نوقف الهدر بالمطار وبالكذا بالهدر. طيب هذا قامت عليه العالم. لأن العالم ما يعني الحلول صارت معروفة. نعم. مش إنه هيدي بدها اقتصادي معه ثلاثة معروفة فترة. بدك آلية تنفيذ تطبيق القانون. بدك تطبيق. نعم. رح اختم احنا وياك اليوم دكتور طبارة بتحية لنقيب الصحافي الاسبق الاستاذ محمد البعلبكي اللي رحل وتشيعه اليوم الجمعة. اليوم استاذ عوني الكعكي نقيب الصحافي الحالي بصحيفة الشرق عمل يعني مقالة طويلة عن مآثر الراحل النقيب البعلبكي، ويقول انه فقدت الصحافة اللبنانية نقيبة الذي تولى رئاسة هذه النقابة طوال 33 سنة وكان خلالها مثالا للأخلاق والعلم ورجل لكل المراحل، ويتحدث يعني عن هذه المرحلة كلها مع النقيب بعلبكي. بقى شو بتقول؟ شوف هو أهمية النقيب بعلبكي أنا بعرفه باجتماعات وصاير حديث بينات أحاديث بينات
الشخص هذا بلش من صفر بالإعلام. نعم. بلش من صفر، بلش بعتقد كان مصحح. نعم. صار نقيب، يعرف الصحافة من الألف للياء. بيعرف. يعرفها. وتعامل معها بشرف ونزاهة. يعني كان أبوها. بلش عضو صغير فيها، وصل لما وصل إلى المركز صار أبوها. يعني نعم. أنا بعتقد هالتحول هذا هو أكثر شيء أنا كنت أدل إياه، إنه هذا الشخص اللي بلش مصحح وأصبح نقيب وأخذ دور النقيب بكل أبعاده. 33 سنة وصار في كل هذا. نعم. بكل أبعاده، يعني صار أبو الصحافة. نعم. وهو تدرج فيها. نعم. من الصفر إلى المية. أكيد نوجه التعازي لعائلته، لنائب بعلبكي ولكل محبين ومعارفه. أنا بدي أشكرك السفير الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة على وجودك معنا اليوم. الشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.